تتابعت الأمارات الدالة على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات القرآنية واضحة صريحة تتحدث عن موته صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. تسمعها في ليل العابدين مزامير ترتلها ثغور الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يحسبون أنه يكون، فقد جبلت القلوب على التعلق بالمحبوب، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان مما قاله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. فما عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع إلا 81 ليلة، وقد بدأ مرض النبي بصداع حاد، حتى إنهم وضعوا على رأسه 7 من قرب المياه، وبين كل واحدة وأخرى كان يغشى عليه وهو يحاول أن يقوم ليصلي بالمسلمين فلا يستطيع، فأمر أبا بكر بالصلاة إماما للمسلمين، وعلم بقلق الصحابة عليه صلى الله عليه وسلم. فتقول السيدة عائشة: فكثر اللغط في المسجد إشفاقا على النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، يخافون عليك. فقال: احملوني إليهم. وأمر الفضل بن العباس أن يأخذ بيده الشريفة حتى يدخل المسجد. جلس صلى الله عليه وسلم على المنبر مريضا، وقال للفضل: نادي في الناس. فاجتمع الناس، ثم قال صلى الله عليه وسلم: عبد خيره الله أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر ونادى قائلا: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر. أيها الناس، إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وعاد الرسول إلى بيت عائشة وقد كانت آخر صلاة للرسول صلى الله عليه وسلم. ويأتي يوم الاثنين، أثقل الأيام، يوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يوم انتقل مختارا إلى الرفيق الأعلى. فبينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، ونظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، فتبسم صلى الله عليه وسلم وأرخى الستر، فكانت آخر ابتسامة يراها المسلمون منه صلى الله عليه وسلم. اشتقنا إليك يا رسول الله، اشتقنا إليك يا حبيب الله.
اشتقنا إليك يا رسول الله. وينقطع خبر السماء ويتوقف جبريل عن أمر عزيز جد عزيز أشرقت به الأرض وسعدت به السماوات، إنه وحي السماء. وكان آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. وقد دعا النبي فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض فيه، فقالت له وهي تبكي: وكرب أبتاه. فقال: لا كرب على أبيك بعد الآن. وأخبرها أنه سيقبض في وجعه هذا، فبكت. ثم أخبرها أنها أول أهل بيته لحاقا به، فضحكت. في هذا الضحك وفي ذلك البكاء على برزخ الفراق بين الدنيا والآخرة، أخلص الود والحنان بين الآباء والأبناء. سرها بنبوته وسرها بأبوته، فضحكت ساعة الفراق لأنها ساعة الوعد باللقاء. وأسند النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى زوجته عائشة، وأخذت سكرات الموت تتغشاه، وكان بين يديه إناء فيه ماء، يدخل يده في الماء فيمسح به وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. تقول السيدة عائشة: فسقطت يد النبي وثقلت رأسه على صدري، فعرفت أنه قد مات، فلم أدري ما أفعل. فما كان مني غير أن خرجت من حجرتي وفتحت بابي الذي يطل على الرجال في المسجد وأقول: مات رسول الله، مات رسول الله. فانفجر المسجد بالبكاء. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مطمئنا على الإسلام، داعيا لأمته بالخير. وخرج أبو بكر الصديق للناس يقول: يا قوم، من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وبمن أبدأ يومي في صلاة الفجر؟ وكيف لي أن أدخل مسجدك وأنت لست فيه؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وقالت فاطمة: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ ثم قالت رضي الله عنها: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه.